السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم تعليم الرندة مع حفيظة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفة صباغة طبيعية. قبل ما نكمل ان شاء الله، الى اول مرة كتزوروا القناة ما تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ولايك للفيديو وبارتاجيو الفيديو باش تعم الفائدة. المهم غنشوفوا مع بعضياتنا المكونات وطريقة هاد الصباغة الطبيعية. عندنا المكونات الاولى اللي غنحتاجو للصباغه، اللي بدون مواد كيماويه كما كتشوفوا عندنا هنا الحنه. غادي ناخذ مقدار 4 دراهم او 5 دراهم او 3 دراهم على حسب الكثافه ديال الشعر ديالك. غادي ناخذ هنايا الكركديل، هنايا انا شديته وحمرته باش ملي نطحنو يجيني ساهل في الطحين. وعندي هنايا السواك، خديت وحده كامله. وعندي هنا اتاي حبوب، هو اللي غنخدمو به. المهم دابا غادي نشدو هذا، غادي نطحنوه هو الاول باش نحصلو على بودره. غنطحنوه ومن بعد نرجع عندكم باش ما نطولش عليكم بزاف. غادي نطحنوه. بالنسبه للكركديل حتى هو 3 دراهم حتى 4 دراهم اللي كناخدو باش نخدمو بها. بعد ما نيلتو مزيان دابا غنشدو اتاي، غادي نطبخوه. غنطبخوه بواحد الكميه قليله اللي غنخلطو بها الحنه مع الكركديل. غنطبخو اتاي تيبقى لينا واحد الكميه قليله، نديرو مثلا كاس ويطبخ مزيان، وحتى هذا غنديرو ليه كاس ديال الماء ونخليوه يطبخ مزيان. يعني غنخويو هكا ونديرو عليه كاس صغير ديال الماء. ونديرو فوق البوطة باش يغلى باش يطلق لينا ونصفيو. هنا كيما كنشوفو هو كيطبخ هنايا، شوفو اللون ديالو كيف داير. غادي نخلي طبخ، خلطتهم اتاي وسواك باش نختصر الوقت. هما غادي يطبخوا، غادي يطبخوا بجوج ولا كل حاجه بوحدها. المهم انا درتهم يطبخوا. من بعد ما غيطبخوا مزيان غادي نحاول اني نصفي هذا الماء. هذا هو اللي غنخلط به الخليط اللي غادي ان شاء الله. نتمنى انكم تتابعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخر. ما تنساوش لايك الفيديو اللي عجبكم والاشتراك في القناة الى اول مرة كتزوروا القناة، والضغط على الجرس اسفل الفيديو باش يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تشجعوا القناة بالبرتاج باش يدخلوا الناس جداد. ومرحبا باي وحدة واي واحد كيدخلوا معنا جداد، مرحبا بكم في قناتكم لتعليم الرندة، ديما كتجيب لكم الجديد. قلت لكم هاد الوصفة راه طبيعية، ما فيها حتى مواد كيماوية ومفيدة للشعر، يعني فيها كل شيء مواد مغذية للشعر. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في التعاليق. سمعوا الفراخ ديالي فيما كيسمعوني كنهضر، حتى هما كيجدوا من ورايا. من بعد ما طبختو كما كتشوفوا هنا راه شي حاجه ما مضره اللي غدرنا. عندنا اتاي احنا بطبيعه الحال كنشربوه، والسواك راه كيديروا في السنان. غادي نصفيه ناخذها ونصفيها باش نحسب عليها. كما كتشوفوا ها هي غادي يبقى عندنا هادشي اللي خدمنا هنا. شوف يبقى عندي الماء كما كتشوفوا هنايا. دابا نخلي يدفى واحد شويه، يعني اصلا انا ما غديريش شعرك هو سخون هكا. ديري الحنه
الوقفه ديال الناس ولاد الشعب بنات الشعب طبيعة الحال اللي كيبغيو وصفات طبيعيه غير مضره وما فيهاش مواد كيماويه. غديروا القياس اللي غادي يقدكم نشوفوا في شعركم بطبيعه الحال. لا شاط لكم شي حاجه راه شوفوا شوفوا اللون هنا كيفاش كيبان. هنا كيبان لكم هنا كيبان راه اكاجو هنا كيبان اللون اكاجو. غنحاول ندير الكركه ديال كامل وهنا نزيد شويه من الحنه يعني المكونات هادو راه كافيين باش تصايبي الوصفه ديالك يعني مره في الشهر كافيه او جوج مرات هي غير مضره يعني ما فيها حتى شي حاجه اللي غادي تضرك. وبالعكس الناس بكري كانوا ديما كيديروا الشعر اللي هو كيديروا ليه الحنه يعني كل مره فاش كيمشيو للحمام او كيبغيو يغسلوا كيديروا الحنه. نهار غندير لكم فيديو على الفراخ اللي عندي ان شاء الله باش تشوفوهم والطريقه كيفاش كنتهلاو فيهم. بيروش عندي بيروش والحنه راه بطبيعه الحال ديال الشعر ما غتاخذوش الحنه الحنه ديال الشعر يعني كتمشي عند العطار كتقول ليه عطيني الحنه ديال الشعر هي اللي كتستخدمي. دابا غنخلي هذه على جنب حتى تدفى شويه ما تبقاش سخونه ونوريكم الماسكات اللي تقدروا ديروا من وراها او تقدروا ديروهم بوحدهم على حساب يعني نتوما والاستطاعه ديالكم. مكونات بسيطه وفي المتناول كل بيت مغربي او اي بيت عندهم هاد المكونات هادو العادي يعني اي بيت عندهم الرز العادي او تقدري تاخدي 2 دراهم 3 دراهم كافيه وفيتله. غنديرو في كاس كبير ديال الماء ونغليه بلا ملح بطبيعه الحال. غنديرو للشعر ما يعني ما نحتاجوش نديرو الملح. غنديرو في كاس كبير ديال الماء ونغليه ومن بعد ما يغليه ويبرد نطحنو ونديرو في قريعه الزاج ومن بعد ما ندير نغسل شعري نديرو بحال الماسك يعني نغسل به بحال شامبوان عادي نشط به وكامل من بعد نشلل شعري نخليه هو الاخر يعني هذا تخليه هو الاخر من بعد شامبوان ديريه وتغسلي شعرك النتيجه رائعه. ما نقولش لكم كيف دايره وما تنساوش لايكات البنات ما تنساونيش. المهم هذه سهله والنتيجه ديالها رائعه بزاف. هذا هو البنات الرز اللي قلت لكم طيبوه وتشدوه من بعد ما يبرد كطحنوه وكيولي على شكل ديال الكريمه كما كتشوفوا. هذا ها هو الشكل ديالو ملي يبرد تقدو ديروه الشعر ديالكم او ديروه ماسك لوجهكم. الرز العادي طبيعي ومفيد للبشره والشعر. نتمنى تكونوا استفدتوا منه حتى هو. الوصفه الثانيه اللي عندنا هي بنانه نقطعوها ومعلقه ديال الزبده زبده عاديه. غندوبوا هاد المعلقه ديال الزبده ونديروا فيها هاد البنانه ونمعسوها مزيان بفورشيط من بعد ما ندلكوها حتى نحصلوا على كريم. وغنديروه الشعر ديالنا ونديرو بوني ونخليوه المده ديال ساعه المكانه ونمشيو للحمام. هذا كديريه قبل الغسيل هذا كديريه قبل الغسيل ما تنساوش قبل الغسيل يعني حيت الزبده وهذا خاص ضروري تغسلي. وهاد الرز كديريه من بعد الغسيل يعني من بعد ما تسالي غسيل شعرك وديري شامبوان كتكوني مصايباه مغلياه طاحناه كيطحن
بلا ملح بلا والو بلا حتى شي حاجه، الماء فقط كاس كبير ديال الماء، ونغليوه وملي يبرد نطحنوه ونديروه في قريعه ديال الزاج، ومن بعد ما نغسلو شامبوان نغسلو به بحال شامبوان ونشلو شعرنا فقط، ما نديرو حتى شي حاجه من وراه. وما تنساوش التعاليق ديالكم غتقول لي النتيجه، وهذا قبل وهذا من بعد. هذه الوصفه اللي قلت لكم ديال بنانة ومعلقه عفوا ومعلقه ديال الزبده. نتمنى تكونوا استفدتوا من الوصفات اللي عطيتكم اليوم ان شاء الله. ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه الى اول مره كتزوروا القناه، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.